وان براون وجه الشكر للعيبه على الاداء قصاد المحله برغم طبعا التعادل، وقال في تصريحات امبارح ان الفريق قدم شوط كويس جدا الشوط الاول قصاد غزل المحله، وكمان الربع الساعه الاولى من الشوط الثاني قبل ما يتراجع الاداء بشكل قليل. وقال كمان ان هم محتاجين لفتره التوقف اللي جايه دي لانها هنا في مصر 10 ايام فقط، وهم بحاجه للفتره دي عشان يحسنوا الفريق ويتعرفوا عليه اكتر. قال كمان احنا لسه بحاجه للتعرف على احتياجاتنا واحتياجات الفريق خلال الانتقالات في شهر يناير اللي جاي، وكمان قال ان الدوري المصري قوي جدا ومستويات كل الفرق متقاربه بشكل كبير جدا باستثناء بس 3 فرق يمكن يكونوا في مستوى اعلى، وكمان قال ان التعادل ده اكيد رفع من رصيد الاسماعيلي، وده فعلا اللي حصل ورفعوا للمركز ال 17 وكمان المركز اللي قبل الاخير، وارتفع رصيد غزل المحله ل 9 نقط في المركز الخامس.